طب نبدأ مع حضراتكم بقى جولتنا في مع الجي بي اس، وناخد كده تور في ملاعب العالم والمدن او الفرق اللي موجود فيها. طبعا لعيبه المصريين محترفين، واللي اغلبهم بالمناسبه خليني اقول لكم ملاحظتين. اولهم انه اغلب المحترفين اصبحوا مهاجمين، وبالتالي خط الهجوم المصري مدعوم بشكل كبير جدا بعدد لا باس به باللعيبه المحترفه. الجديد في الموضوع هو عمر مرموش اللي احنا كنا اتكلمنا عليه وقدمنا لحضراتكم قدمناه لحضراتكم من فتره مش بعيده في السادسه، وهو انضمامه لمنتخب مصر. مهاجم شتوتجر طبعا الالماني، لاعب واعد جدا، والدوري الالماني يعتبر من الدوريات القويه جدا على مستوى العالم، بالتاكيد لاعب هيكون اضافه لمنتخب مصر. الظاهره انه اغلب المهاجمين باستثناء صلاح وندخل معاه مرموش كمان يعتبروا عطلانين شويه. عندنا احمد ياسر ريان في التاي، عندنا مصطفى محمد في جلاتا سراي. خلينا ناخد جوله ونبتدي مع حضراتكم الجي بي اس، والبدايه هتكون من انجلترا. موسم طبعا قوي جدا للنجم المصري مو صلاح، بدايه وانطلاقه قويه جدا الموسم ده، سواء فيما يتعلق بمشاركته في الدوري الانجليزي او حتى في تشامبيونز ليج. صلاح شارك مع فرقته 5 ماتشات في الدوري الانجليزي، في ال5 ماتشات احرز خلالهم 4 اهداف وعمل 2 اسيست، وشارك في مباراه واحده في دوري ابطال احرز خلالها هدف، يعني 6 ماتشات ب5 اهداف، نسبه محترمه جدا في بدايه الموسم. تقييمه في الدوري الانجليزي وفقا لسوفا سكور 7.7، معدل تصويباته على المرمى 4.4 تصويبات في المباراه الواحده، اما معدل تمريراته ف 27 تمريره تقريبا في المباراه بنسبه دقه 81%. تم اختياره مره واحده بس في تشكيله الاسبوع في الدوري الانجليزي، والقيمه التسويقيه لصلاح ما شاء الله وصلت حاليا ل 100 مليون يورو. ليفربول حاليا في مركز الوصافه في الدوري الانجليزي برصيد 13 نقطه، وهو نفس رصيد الفريق المتصدر تشيلسي من 5 مباريات. طيب خليني اقول لكم يمكن من الجديد او من الاخبار الجديده انه تم تصنيف صلاح النهارده من قبل مجله فوربس على انه واحد الخامس على مستوى العالم من حيث اكثر اللاعبين دخلا. بنتكلم طبعا في انجاز كبير لمحمد صلاح. لاعب ابسويتش سام مورسي اللي بيلعب في ابسويتش تاون الانجليزي، يمكن طبعا سام مورسي لعب خلال الموسم الحالي مباراه وحيده بس، كانت في كاس الرابطه امام فريق شباب ويست هام يونايتد، وما سجلش وما صنعش اي اهداف. تقييمه خلال المباراه دي كان، وطبعا وفقا لسوفا سكور، كان 7.1. التحامات في المباراه 3 التحامات، مرر الكره 80 مره بمعدل نجاح 98% خلال المباراه اللي شارك فيها. ابسويتش تاون طبعا بيحتل دلوقتي المركز 19 في جدول ترتيب الليج 1، ورصيده 6 نقاط من 7 ماتشات، القيمه التسويقيه ليه حاليا هي 1.5 مليون يورو. هنفضل في انجلترا ولكن هنروح لارسنال، هنروح للندن وتحديدا مع نجمنا المصري محمد النني اللي شارك للاسف في مباراه وحيده مع الارسنال في الدوري الانجليزي، شارك فيها لمده 45 دقيقه. خلال المشاركة دي مرر 9 تمريرات بنسبة نجاح 100%، معدل تقييمه وفقا لسوفا سكور 6.4، وطبعا أرسنال بيعاني وتستمر معاناته حاليا في المركز 13 في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط من إجمالي 5 مباريات. هنسيب انجلترا ونروح لتركيا. تركيا عندنا أكثر من لاعب، والبداية هتكون مع أحمد ياسر ريان الحقيقه، اللي اعتقد انه نقول بدايه قويه، بدايه جيده جدا لاحمد ياسر ريان. شارك في 3 ماتشات حتى الان مع فرقته، سجل فيها 2 هدف، مع معدل تقييمه وفقا لسوفا سكور 7.2 درجه، ومعدل تصويباته على المرمى 1.3 تصويبه، اما التمريرات ف 3.7 تمريره بدقه 67%. التاي بيحتل مركز كويس جدا في الدوري التركي، بيحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطه من اجمالي 5 ماتشات، والقيمه التسويقيه لاحمد ياسر ريان حاليا 1 مليون يورو. من ياسر ريان هنروح لكريم حافظ، وكريم بيلعب حاليا في مالاتاي سبور التركي، لعب 3 ماتشات مع فرقته اخرها كانت امام سيفاسبور في الدوري، معدل تقييمه 6.9 درجة، ومتوسط دقائق اللعب لكريم 58 دقيقة، ما سجلش أي أهداف وما صنعش أي أهداف، متوسط التمريرات 12 تمريرة بنسبة دقة وصلت ل 71%، والقيمة التسويقية حاليا وصلت ل 1.5 مليون يورو. مالاتاي بيحتل حاليا المركز 13 برصيد 6 نقاط من 6 مباريات. هنفضل في تركيا، المرة دي هنروح لأحمد حسن كوكا المنتقل للدوري التركي.
احمد حسن كوكا بيلعب حاليا في كونيا سبور التركي ولعب مع فريقه ماتشين بس، ما سجلش اي اهداف وما صنعش او صنع هدف وحيد في المباراه، مباراه اللي جمعته مع التاي سبور اللي بيلعب ليه احمد ياسر ريان. معدل تقييمه 6.85، معدل تمريراته في المباراه كانت 9 تمريرات بنسبه دقه 86%، اما الالتحامات الهوائيه فكانت 2.5 التحام بمعدل نجاح 71%. القيمه التسويقيه لكوكا حاليا 4 مليون يورو، وكونيا سبور بيحتل حاليا المركز الثالث برصيد 11 نقطه من 5 ماتشات. مصطفى محمد لاعب جلاتا سراي التركي طبعا، واللي كانت بدايته قويه جدا حقيقه لا تتناسب مع بدايه الموسم ده، ولكن مصطفى يقدر يرجع. خلينا نقول مصطفى محمد لعب الموسم الحالي مع جلاتا سراي 4 ماتشات بمعدل 30 دقيقه في المباراه الواحده، ما سجلش وما صنعش اي اهداف، ومعدل تصويباته على المرمى 2.3 تصويبه في المباراه الواحده، اما متوسط التمريرات في المباراه ف 5.8 تمريره بنسبه دقه 72%، التحامات الهوائيه 2.3 التحام بنسبه نجاح 60%، القيمه التسويقيه 6.5 مليون يورو. جلاتا سراي حاليا بيحتل المركز التاسع في جدول الترتيب في الدوري التركي برصيد 8 نقاط من 5 مباريات. نسيب تركيا ونروح للسعوديه، اتحاد جده احمد حجازي النجم المصري المتالق، ده اقل وصف الحقيقه يتقال على احمد حجازي، بيلعب في اتحاد جده زي ما قلت لحضراتكم، لعب 5 ماتشات في الدوري سجل فيهم هدفين، يعني تقريبا بنفس معدل التسجيل بتاع المهاجمين المصريين في الدوري التركي. متوسط تمريراته في المباراه 40 تمريره بنسبه دقه 83%، ومتوسط تمريرات طوليه 4 تمريرات بنسبه نجاح 50%، ومعدل افساد للهجمات 5.2 هجمه، نسبه نجاحه في الالتحامات الهوائيه 50%. وتم اختيار حجازي في تشكيله الاسبوع في الدوري السعودي، وهو بالمناسبه دوري قوي جدا ومحترم جدا وبيلعب فيه لاعبين من مستوى عالي، تم اختياره في تشكيله الاسبوع 3 مرات في الدوري السعودي، واتحاد جده حاليا بيحتل صداره الترتيب برصيد 12 نقطه من 5 ماتشات. نسيب السعوديه ونروح لالمانيا، مرموش عمر مرموش انتظروا هذا المهاجم مع منتخب مصر، واعتقد انه مستقبل كبير جدا بينتظر عمر مرموش. عمر بيلعب مع شتوتغارت الالماني في البوندسليغا، لعب ماتشين احرز خلال الماتشين دول هدف في مباراه فرانكفورت، معدل تقييمه خلال ماتش اللي لعبه مع باير في مواجهه يعني باير ليفركوزن في الدوري 6.4 درجه وفقا طبعا لتقييم سوفا سكور، متوسط تمريراته في المباراه 7.5 تمريره بنسبه دقه 68%، معدل تصويباته على المرمى 2.3 تصويبه في المرمى، وقيمته التسويقيه حاليا 2 مليون يورو، وشتوتغارت حاليا بيحتل المركز ال 14 في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط. كلام اكتر عن الكره العالميه في السادسه مع ضيوفنا دكتور وليد الحديدي ومينا ماجد، هيكونوا ضيوف علينا في السادسه بس بعد الفاصل.